سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا رب تكونوا دائما في اتم الصحه والعافيه. الدعاء والله حتى كندعيه من صميم القلب، حيت راكم عزاز بزاف وراكم خوتي وراكم احبابي وراكم عائله احمد جبرو، ومرحبا بكم في اي وقت ومرحبا بالاسئله ديالكم. وانا كنحاول يعني كندير اللي في الاستطاعه ديالي انني نجاوبكم، وراكم كتشوفوا غير كتصيفط ميساج كنجاوبك واخا كنكون في الخدمه. فالحاجه الوحيده اللي نطلب منك هي فقط تهبط لتحت ودير جيم وبارطاجي الفيديو، لما لا تخلي لنا تعليق باش نتعرفوا على كرمكم ونتعرفوا كذلك على من انت وماذا تريد. ومرحبا بك في قناتي. موضوع الحلقه حول موقع اليكسبريس وكيفاش نشتري من اليكسبريس وما نخلصش الجمارك او لما نطحش في القضيه ديال لا ديوان. بحكم ديال التجربه ديالي عزيزي المشاهد، انا عمري يعني ما صراحه خلصت الديوان. بديت نشتري من الانترنت من 2012 الى يومنا هذا، ما عمري خلصت الديوان. اجي لي دونك ما كتاخذش بزاف ولا لا؟ كناخذ بزاف، خديت شحال من مره لا كونتيتي كبيره، بعض المرات كناخذ 15 20 وما عمري خلصت الديوان. فاليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذه المعلومه الخفيه، المعلومه اللي ربما ما عرفش يقدر يكون شي حد قالها قبل ولا، ولكن انا صراحه عمري صادفتها في الانترنت. فجيت نبارطاجيها معكم باش اي شخص بغى يشري كونتيتي ويشري مثلا بزاف ديال الحوايج اللي جينا يقلب فيهم البيع او لا يعني يستافد منهم هو شخصيا والعائله ديالو. فبقى معنا في هذه الحلقه المفيده بزاف اللي غتعرف الطريقه اللي كنت كندير واللي حتى انت غتولي ديرها باش تنقد راسك من شي حاجه سميتها الجمارك. المهم، اول حاجه خصك تنتبه عزيزي المشاهد، اول حاجه ما تشريش شي حاجه وانت يعني عارف ليفريزون ماشي غراتوي. ليفريزون كنقصد بها الدي اش ال او الارامكس، هاد الجوج عندك ثم عندك وياك ثم وياك. تاخذ شي بروداكت وتهبط لتحت وتلقى الدي اش ال او الارامكس وتخلص. هذيك نصيحه. النصيحه الثانيه، مثلا انا بانت لي واحد المكانه دايره 100 درهم بغيت نشتري 10، فلا درتي 10 وصفتيها للمغرب كون على يقين غتعرض للديوان، لان 10 المكان راه في الباكيج راه تيبان. فانتبه عزيزي المشاهد، دونك الا كنتي انت مثلا غتشري 10 المكانات فعندك حل من الحلول اللي نقترحوا عليك دابا هو تفرق ديك السلعه. مثلا غتمشي للسيتينغ البارامتر ديال موقع الاكسبريس، غتمشي غتختار دير واحد ادريس، غتستخدم عنوان اخر، يعني مثلا عندك صاحبك، عندك ود خالتك، عندك ود عمتك، غتحاول دير اسم ديال داك الدري ود عمتك اولا ود خالتك اولا بنت خالتك، المهم دير السميه ديالها والكنيه ديالها والادريسه ديالها، و تحاول تكرر دوك الخمسه ديال لي زادريس مثلا من صحابك، شي حد كتعرفو المعرفه اللي ما يحزمش لك راسك داك البروداكت اللي غتاخذ. غتختار مثلا كل واحد صيفط له جوج مثلا، انت هاني صيفط لك ثلاثه، فهمتي؟ حاول دير داك التفريقه ديال انت ثلاثه وما جوج 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 مثلا، وغتصيفط عليهم في نفس الوقت وفي نفس الساعه وفي نفس اللحظه، وغادي تليفريزاو لك كاملين في نفس الوقت، طبعا باللي زادريس مختلفين، وغيوصلوك في نفس الوقت من بريد واحد. كنقصد من بريد واحد يعني بوست واحد، مادام انت ساكن في مدينه مثلا مدينه الدار البيضاء او مدينه الرباط، فراه توصل بالباكيج ديالك كامل غتوصل به في يوم واحد، مع العلم ان لي زادريس يكونوا مختلفين، يعني مثلا الفاكتور راه غيجيب لك انت وغيمشي ما يعطيكش داك البروداكت ديالك، غيمشي لعند خالتك ويفرق لك داك البروداكت اللي شريتي نتايا. وطبعا حيت هو ما عارفش غادي دير العنوان الصحيح، وانت يعني فاش تسالي تعرف بلي راه كلهم وصلاتهم السلعه غتمشي. السلام عليكم، فين هاني؟ بخير، اضرب اطلع. صافي غتاخذ البروداكت ديالك وانت في الدار، كذلك غتمشي تاخذ البروداكت ديالك من عند ود خالتك ومن عمتك، المهم انت راه فرق السلعه ديالك وما تجيبهاش في دقه واحده. لكن الا جبتيهم في دقه واحده كون على يقين الحزام حزموا لك راسك، وانت راك عارف انت كتهضر على التجاره الالكترونيه في هذا الوقت، راه معروفه انت كتهضر على البروداكت اللي ولاو معروفين ما تدوخوش، انت كتهضر على روجستر كوميرس، الناس عندها روجستر كوميرس وكدير التجاره، كيفاش انت غتجي تقعد تدخل لينا السلعه بزايد وما عندك حتى ورقه؟ فتعرض يعني مادام انت بغيتي تدخل عليها خدم المايسيت او خدم سمارت، كون سمارت، كون ذكي بهذا المفهوم هذا. حاول تفرق يعني السلعه ديالك من شخص الى اخر، كنقصد شخص
اي فرد من العائله او فرد من الاصدقاء ديالك. كنتمنى يا ربي تكون فهمتي الطريقه اللي كنستخدم او الطريقه اللي غتولي تستخدم في حاله ما بغيتي تاخذ كونتيتي من موقع الاكسبريس او لا من اي موقع. هذه كانت نصيحه يعني كنقدمها لكم في قناه احمد جبرو. وشكرا بزاف على 2000 مشترك، ان شاء الله حنا طالعين 3000 مشترك. شكرا بزاف، ودائما نقول شكرا وشكرا 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 على السيبور، على الدعم، على الجيم، على البارتاج، على الاشتراكات. شكرا بزاف، وكنبغيكم بزاف، ودائما ان شاء الله تسناو المزيد، وكاين بزاف ديال المفاجآت في قناه احمد جبرو. اما الان نضرب لكم موعدا في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام.